ما هو حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان؟ أولا السؤال يقول: في رمضان السابق كنت مع الأسف لا أصلي، أعوذ بالله من أن أعود لذلك، وفي أيام فعلت العادة السرية، وقد سمعت من عدة دعاة أنه يجب إعادة صيام الأيام التي فعلتها فيها، فهل يجب علي إعادة صيام هذه الأيام؟ الجواب هو كالتالي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاعلم هداك الله أن ترك الصلاة إثم عظيم وذنب جسيم، وأن ترك الصلاة الواحدة عمدا حتى يخرج وقتها معصية شنيعة، هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كفر مخرج من الملة عند كثير من العلماء. فالواجب عليك أن تحافظ على صلاتك مستقبلا، وأن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه، ويجب عليك قضاء الفرائض التي تركتها، فإذا كنت ضابطا لعددها فالأمر واضح، وإن جهلت العدد فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وبخصوص العادة السرية في نهار رمضان، فإن ترتب عليها خروج مني فقد بطل صيامك، وعليك القضاء دون الكفارة على القول المرجح عندنا، وإن لم يخرج مني فلا قضاء عليك. وإذا جهلت عدد الأيام التي يجب قضاؤها فإنك تواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء وما فيه من أضرار، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه، مع التنبيه أن تعمد الفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب. والله أعلم.